بكى رسول الله صلى عليه وسلم يوما فقالوا له: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: اشتقت لأحبابي. قالوا: أولسنا أحبابك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، أما أحبابي فقوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. صلوا على من بكى شوقا لرؤيتنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أرسلها لكل الموجودين لديك في القائمة، لا تحتفظ بها لنفسك. إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.